نشربوا بها مع شرب اتاي وزوينه لذيذه. غادي نقطعها معكم دابا. غزاله سخونه فرماج داخل، غزاله زوينه وصحيه، خليها هنا تبرد. دونك المقادير اللي غادي نحتاجو باش نديرو هاد خليه النحل كيتونيه 100% وصحيه كذلك، هنا خديت 150 غرام ديال اللوز اللي طحنته بقشرته لان الاخر ما بقالياش اللي كيجي بيض. خديت هنا 125 غرام ديال الجلوتين. الجلوتين هو هذا، كنشريه انا من اربولاريو، هذا هو البلاستيك ديالو كيجي على هذا الشكل، كنشريه ب 500 غرام، كيجي كنديه بجوج اورو و 80. بغيت نوريه لكم. عندي هنا واحد 50 غرام ديال ستيفيا. ستيفيا اللي كنستعمل هي مزيج ما بين ستيفيا والاريتريتول، كندير 50 غرام. عندي هنا واحد 60 غرام ديال الكوك، طحين الكوك مع الكوك شويه حبوب، كيعجبني داك المذاق ديالو. وهنا خلطت شويه غوما سانطان مع واحد المعلقه ديال السيليوم، 50 غرام ديال الزبده مذوبه، خميره الخبز غادي نحتاجو لجوج معالق خميره الخبز عاديه باش يخمر، ونزيدو شويه ديال الخميره الحلوه. انا غادي ندير هاد النكهه ديال بانانا، هذا كيكون بدون سكر دائما كنوريه لكم. وعندي واحد الكاس ديال حليب الكوك، لان في نظام الكيتو ما كنستعملوش الحليب ديال البقر، كنستعمل حليب الكوك. هذا زوين، هذا مكونات ديالو 0 0 0، هانتوما ما فيهش كاع السكر ولا والو، و ناقص من الكربوهيدرات. واحد جوج بيضات، الا كان عندكم البيض كبير بيضه كبيره، انا ندير جوج صغار. وغادي ندير هنايا واحد البيسكه ديال العسل، باش غادي ندير الخميره تذوب هنا باش غير تفعل ليا ديك الخميره اللي غادي ندير، لا علاقه انها غادي تخرجنا من الكيتوسيز ولا والو. دونك غادي ندير هنا الخميره، نخليها تفعل. انتما درت معلقه وغادي نزيد شويه حيت هذه كنت حالها معلقه ونص. الحليب دفيته شويه قبل ما يكونش بارد، غادي نخليها تفعل. غادي نشدها هكا بواحد البلاستيك على ما ندوزو نخلطو كلشي في المقادير.
نخليوه يرتاح واحد نص ساعة، مع ديك الساعة نشكلوه الكوهرات. ها هما كونتهم، دابا غادي نخليهم يخمروا واحد الساعة بالمكانة، غنغطيهم بواحد الفيل اليمونتيغ، يخمروا ساعة بالمكانة حتى يضاعف الحجم ديالهم، وغادي ندهنهم بالزبيدة ونديرهم في الفران على درجة الحرارة خفيفة بزاف حتى يطيبوا من التحت، عاد نشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا. علاش؟ لأن الجلوتين فاش كنديروه كنخلطوه مع أي نوع من الطحين كيتنفخ بزاف، دونك خصنا نعطيو له العافيه مهيله من تحت حتى يطيب من تحت، عاد نحمروه من الفوق. يلا، كاينين البعض عمرتهم بالفرماج والبعض درت فيهم الشوكولا، هذا شوكولا زهو، دونك كيتونيا خليه النحل كيتونيا 100%. تا 45 دقيقة صافي، اليوم راه درت له بسيط لا زوج ديالي خد الخضرة بواحد لا بروتيين الشعرية الصينية الزيتون والخضار في الورقة ديال البسطيلة، درت له هنا جوج باش يطولو، وعارفين الخدمة الواحد ما كيبقالوش الوقت. صافي هانتوما البنات، هنا جبتها تحمرات تبارك الله. دابا انا عوض ما ندير لها العسل، بطبيعة الحال ما كناكلش العسل، غادي ندير هاد السيرو ديال الكراميل لي زيرو، يعني مفيهش كاع مفيهش كاع السكر، غادي نحاول ندير شويه عينو نجبد واحد الشويته باش نعطيها شويه ديال الحلاوه، ونرافقها مع واحد العصر معتمد عندي دابا في هذا الشهر رمضان ان شاء الله اللي نشاركو معكم حتى هو. صافي العصير ديالنا بطبيعه الحال غادي يكون كيتوني حتى هو 100%. شنو غادي نحتاجوا له؟ جوج حتى ثلاثه الفريزات، انا عندي هنا طريين، وهنا عندي شويه ديال الفرومبواز مجمده، غادي نستعمل نص افوكا،
وغادي نستعمل واحد معلقه ديال حليب الكوك. حليب الكوك كنقصد هذا اللي كيجي في العلبه غني بالدهون، وغادي نزيد عوض الماء غادي ندير حليب الكوك على بركه الله. المهل ما كيديش معنا الوقت حتى كيقرب المغرب عاد نديروه. بغيتو تحليوه بالتمر حليه، وبغيتو ديرو السكر ديروه. بالنسبه ليا انا ما كنستعملش السكر وما كنديرش الحلاوه، الا بغيت الحلاوه ندير ستيفيا. طبعا الحال الزوج ديالي والبنيته ديالي هانتوما غادي ندير غير هاد المعلقه باش تعطينا الدهون، نزيد شويه الدهون الكافيه. صافي دابا غادي نطحنو في المدينة. ها هو العصير ديالنا، كيتوني 100% وخلية النحل حتى هي كيتونية صالحة لداء السكري وجميع الحميات. الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك، ما تنساوش تشتركوا في القناة وصحة فطوركم. الى هنا نقول لكم مع السلامة احبائي حبيبتي.